يوسف شهامة حقوقي وفاعل جمعوي، وجينا اليوم كان في المحكمة الزجرية اللي فيها القضية المعروفة، القضية ديال نور ماشي تلالة، لأن ملي كنقولوا نور حنا كنطالبوا في المحكمة ديال الأسرة، كنطالبوا بالمحكمة على نسب، على اسم، أن المحامي هو الأب الحقيقي ديال البنت نور. فإذا بنا كنتفاجئوا باستدراج ديال الأم ليلى للمحكمة، تم استدراجها من هادشي صرحات به في المحكمة، كتقول أنها تم استدراج ديالها للقهوة في 5 دقائق، وتم المحضر ديالها في 5 دقائق، وأنها تعرضت للتعنيف بالدفع، وأن ما عرفاش كيفاش تجمعوا على البوليس وحطوها في صطافات ومشاو ولقاو، قالوا يلا زيدي غتطلعي بالكلمة اللي قالت هي، طلعي عند الشريف اللي هو المحامي، كان جالس كينتظرها في المكتب بألبوم ديال التصاور حتى هو حاطو قدامه، ومن بعدها هبطوا للجيور. كانت قبل من هذاك الاستدراج ديالها كان من طرف المحاميه اللي استدرجت ليلى باش يتفاهموا على القضيه، شنو حيت القضيه فيها نسب، فيها زواج، فيها هذه. المحاميه كتقول لك اودي لا راه سميتو كان كنت كنعرفها، من بعد شي ما كنعرفهاش، يعني الاراء ديالها كتبدل. حتى اليوم شفنا يعني ملي كندخلوا للقاعه كنعرفوا ان كيكون انه داك الصداع بيناتهم، الاتهامات، الصراعات بيناتهم، وفي الاخر كي عاوتاني كتبرد القضيه وكتسخن وكتشعل، يعني داكشي ما تفهموش. مع العلم ان البارح هو ما جاش لا دي ان ديال البنت نور، ما جاش، تهرب من هذا الاستدعاء اللي جاه، فاكيد مازال هو غادي يبقى يتهرب، وما كنظنش انه غادي يجي، لانه قضيه ولات راي عام. فشت قبيله واحد المحامي تصرح بواحد التصريح، قال لك لا راه كانت عندها واحد علاقه مع واحد سميتو جلالي، ياك، في الماسنجر، وهذه كتسمى خيانه، اللي كانت كتسمى خيانه اذا كتعترف ان هناك كان، يعني مادام ما كنقول انا خانتني، ملي كنقول واحد كتعرف عده شباب ما عنديش حكم عليها، ولكن اللي حكمت عليها كنسميوها خيانه، اذا انت كتقرب هذه الفاتحه، لانه ما شنو كانت خطبه، من بعد الفاتحه من بعد سرب لها واحد 20,000 درهم كمار ليها، وهذا الشيء كامل المغاربه عارفينه. المشكل الخطر دابا هما كيلعبوا واحد الاوراق، يعني في الخفاء، يعني هاد الاوراق اللي كيلعبوها ان هاد البنت خصنا نصيفطوها للحبس باش هذيك لا دي ان تحبس، فين هي الام اللي غادي دير لا دي ان، ولكن اجي نوركو بجميع الاوراق ديالنا، فهمتي، ونطبقوا عليها، لانه كاين ابتزاز وكاين فين هو المبالغ الماليه. انا شفت القاضي كيقول لها زعما المبالغ الماليه فين هي، واش الابتزاز خصو يكون فيه الفلوس، وخصو يتشد، وخصو يتصور باش تكون اثبات، لان هي صيفتها محاميه راه ما سهلاش، ماشي يمكن انصاف انا محاميه غنبقى نضمن هذا الملف ما بانش او ما خرجش الراي العام. كره ليلى شحال عندها دابا، شي 3 سنين ولا 4 سنين، شكون اللي غادي يسمع ليها، شكون اللي غادي يتصنت ليها، البنت ضاعت، كيفاش انت ولادك وبناتك يعني عندهم المسكن، عندهم اللبس، عندهم المدرسه، وفي واحد البنت 3 سنين او 4 سنين وانت كتكذب عليها، وهي كانت عندها 17 عام وانت محامي. فعيب وعار اننا نبقاو نشوفوا هذا الملف، هذا ماشي ملف ديال ليلى، راه ملفات كاينين بحال هادو، يعني اي واحد كيكون عنده واحد شويه ديال الفلوس وتكون عنده واحد السلطه، فما يمكنش هي راه كيتسمى بحالك بدك تنخصص بنات الشعب ديالي، يعني ندير ما بغيت ونصيفط ما بغيت للحبس. فتخيل ان البنت المراه كتحمل وكتعاشرها في الفراش وفي الاخر تصيفطها للحبس، واش هذا ظلم ولا ماشي ظلم؟ هذا الظلم بعينيه. واحد الكلمه غادي نقولها ويا ربي تسمح ليا، عيبنا واحد، حتى ملي كنتلاقاو مع شي بنت كتمارس الدعاره وكيمشي معها الواحد كيخلصها وكيقول لها سمحي ليا، وكيطلب منها المسامحه، وهذا الشيء راه واقع ما غاديش نكذبوا فيه، ولكن باش تشد بنت 4 سنين وانت كتستغلها وتصيفطها للحبس، اسمح لي، حقره بعينيها، ظلم بعينيه، بالتام غابيش كنقولها ماشي ترجليت. وكاع عندنا خواتاتنا وعيبنا واحد، ولكن باش ندير فيك ما بغيت وفي الاخر نصيفطك للحبس، وحسبي الله ونعم الوكيل. صراحة انا بالنسبه ليا فهمتي،
يعني بكل صراحه كنقولها دائما، كنقول هاد الناس علاش كتحقر هاد الناس بهذه الطريقه وبهذا الاسلوب؟ علاش؟ حيت ما عندوش اللي يحميه، ما عندوش كشافه، ما عندوش التليفون اللي غادي يقول الو راه طرا لي مشكل مع فلان. يعني حنا غنوليو، حنا كنعرفوا القضاء، كنعرفوا القضاء انه قضاء نزيه مستقل، ولكن اللي ملي كنوصلوا للقضاء راه كاين هاد الناس هما اللي كيوصلوا هاد بهذه الطريقه، كيبغيو يشوهوا ديك الصوره ديال القضاء. ولكن باش بهذوك الثغرات، فاكيد كيلعبوا على دوك الثغرات باش كيوصلوا الميساج ديالهم. فاكيد في السجون، واش ماشي السجون ما فيهاش المظالم؟ وراه فيها عده مظالم، وحنا في هذا الموقف راه كنشوفوا الظلم. وحده حملات وربات وتسع شهور وهزات ودارت الغراز والروينه الكحله وكل شيء، لو ميت سالي اجي نصيفطوك للحبس. وما نكونوش حنايا عاوتاني الجاهليه، الجاهليه كانت كتزد عنده من بنت كان كيدفنوها، وهذه غير واحد استراتيجيه دابا صافي.